عليكم تغفرنا اليوم. سبعة ثمانية عشرة. السلام عليكم. نسيت عليكم السلام. شلونك سلطان؟ طيب. شو الأخبار؟ طيب. ما شاء الله مستواك قاعد يتطور كل يوم، قاعد يصير أحسن من أول. تمام؟ طيب شو أسباب التطور حقك هذا المستوى؟ تتدرب من ورانا؟ قل والله صدق. وين تتدرب فيه؟ ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا رب. قل امين. سلطان سم الله عدوك احسن حارس في الاكاديميه صح؟ وش اللي معك؟ بذات. سلام عليك. اسطوره. من هو الاسطوره؟ عبد الله الوبي ما شاء الله 4 جوال. ما شاء الله. وسويل سولم هدف واحد يا ولد. جوي جوي في واحد مسجل 4 اهداف منهم. انا خاف غش. لا. والله صدق توني مسجل الرابع. قل والله. ما شاء الله ما شاء الله. يا حارسهم وش ذا الحركة؟ يا ليت تجاقون يا اخي وراك استحيت. نرجع للفار. يلا نشوف. لحظة على كيف راكان. ايوه فار. نرجع للفار. لحظة وش ذي؟ عاجبك كذا؟ يوم رجعنا للفار طلع بلنتي عليكم. عاجبني. يا اخي يا برودك. طب اذا سجلوا عليك هدف بنشوف. والله حلك شاوي. لا اسم الله. لا لا تحلف ولا تحلق ولا شيء، اجتهد بس والله. وان شاء الله امورك طيبه. خلاص طيب. من اللي بيشوت عاد؟ من اللي بيشوت يا كوتش؟ اديب بيضيعها. اوه كذا ديربي، راكان المشعان واديب الفارس، ديربي. وموف عزوز ومي عبد الرحمن. يلا يقول اتحدى يجيبها. تتحداني؟ يلا يا ولد يا اديب. ها مكينه ولا موس؟ صديت المشكله. لا يعني كذا نص حلاقه لانك رديت نصها. صديتها بس دخلت جول. ربي يحفظك. انا عبودي. كم النتيجة يا وليدي؟ 4-3 لنا. أنتم اللي فايزين؟ ما شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله تفوزون إن شاء الله. 4-3. ثلاث صدات. شم. إيش رأيك عزوز؟ فنان راكان في الحراسة؟ الله شوي. مو مرة. وأنت فنان في الدفاع؟ أبو واحد. يا كبير. دحوم. يا اخي ليش خسرانين؟ والله حاضر. استنى. انت ايش فيك الحين قمت تتسدح؟ تعال. انت وراك قمت تتسدح؟ تعال كلمني تعال. كم النتيجة طيب؟ 4-2. 4-3. ان شاء الله الحين تجيبون التعادل. خلاص؟ شد حيلك. فهودي. شلونك يا ابوي؟ فايزين؟ يلا ان شاء الله هذه هدف لكم. يلا انا صفرت. يلا عزوز خلينا نشوف راكان المشعان شو يسوي. الله اكبر. الهدف هذا مو بغلطة راكان، غلطتك يا عزوز. ليه؟ لان الواحد المفروض يوقف عند القائم الاول هنا. يعني تخيل في واحد هنا
مسجل. شفت شلون الباب 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 هدا. رضيت انت شيك زعلان اخي؟ ليه ما تحسب الهدف؟ سويلم يا اخي مهاراتك تخوف ما شاء الله تبارك الله. يا ولد يا عزوز يا بطل. ناول 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 الوليد الوليد كم النتيجة؟ ما في من خمس. ما تنسى ما تحسب ما تنسى. خلصت المباراة. يزيد شلونك ابوي؟ طيب فزتوا؟ فزتوا اليوم؟ ليش؟ انت تلعب دفاع ولا هجوم؟ دفاع. احسن دفاع في العالم صح؟ اصبع يا سلطان مستحي. وادين مسعل شلونك يا مسعل؟ كم النتيجة يا ابوي؟ كم كم؟ فايزين ولا خسرانين؟ كم هدف سجلتوا انتم؟ والله يا زينك ان شاء الله تفوزون. قل ان شاء الله. ابشر من عيوني تامر امر. ما شاء الله على هالحارس. تعبت من الهجوم؟ بسم الله عليك. سحبت فيهم؟ سحبت فيهم لما سلام يا تركي. شلون شلون سويت الحركة هذه؟ شلون عشان متدرب عليها بالمدرسة مع عبد الرحمن. والله إيه؟ ما شاء الله عليك. عبد الرحمن معي بالمدرسة. ما شاء الله يا أخي والله فنان أنت. أنا شفتك يوم تحب فيهم. استلم. يلا انت بركز في الباب لا يسجلوا عليك هدف. يلا يا حارس. اهدافه اهدافه اهدافه. السلام عليك يا سلمان. كم النتيجة ابوي؟ حرص ان شاء الله تفوزون عليهم. خلاص هلا والله سعود. سم 1-0. يلا ان شاء الله تفوزون الحين. مستوى ما شاء الله على هاللمسات الحلوة. فايزين عليهم؟ ها؟ انتم فايزين؟ المباراة ذيك الحين هذه الحين راح تغرم. لا يا شيخ وش ذي؟ طيب ليش سجلوا عليكم؟ ها؟ وش السبب؟ بلنتي. يعني في ظلم البلنتي؟ لا لا يعني بلنتي صح؟ ايه بس المشكلة يلا بسيط بس كل الناس تغلط صح ولا لا؟ هذا عبد الله ولد عمك يسجل عليك. انتبه لا يروح. ما يروح. يا هلا يا هلا يا هلا. شلونك عزيز؟ الحمد لله. شو الاخبار يا اخي؟ وجهك ما شاء الله تبارك الله في كميه من التفاؤل حلوه. جاهز؟ ايش رايك ايش رايك في الاسطوره عزام؟ بغيت تطيح؟ اي لا ما علينا. شلون ما عليه؟ تعال تعال هنا تعال. ايش رايك في عزام يا عزوز؟ يعني لا اتكلم عن المواهب. هو عنده مواهب كثير. معلق، حراسه، جناح. في الجناح يو لعبه الجناح. مهاجم سريع. لا لعبه الجناح عزام. اي كمل كمل. فانت كم تقيمه؟ اي كمل. انا اقيمك بصراحه يعني 10 إلى 10/10. الربع هذا بخليه احتياط على حسب. السبب اليوم مستواك نشوف. بس عزام لا وفي عزوز في عنده في التعليق يعلق بالسعود. لا يعلق سعودي ومصري.
انا احسبك تتكلم عن عبد العزيز. عبد العزيز لحظة. عبد العزيز مو طيب مبدا ان الفايز يسوي كذا يدخل على الفايز وياخذ الكره وسجل. طيب لحظة سمعنا دقيقة سمعنا كذا هجمة بالمصري. دا سويلم يناول العيسى بعيدوا الهجمة. ايش يسوي العيسى؟ بعيدوا الهجمة. بعيدوا ايوه بعيدوا الهجمة. تمام. في تدخلات من الفريق الثاني. ايوه. حركات مش كويسة. نصكم. طيب. سويلم يقول ما عندكم ما عندي جدتي. ما عندي جدتي. حارس. ايوه. طيب لا الحين نبغى تحول بالسعودي. يلا حلوه العيسى يمشي على الخط. تدري ايش احسن شيء اقول لك؟ سيد لحظه يا لعيب الى العيسى. عيسى يمشي بابا عاصم. من هو بابا؟ اسمع طيب اسمع ينبرش. شوف احسن شيء تدري وش هو؟ انك واقف عند الشبك ما تقدر تركض قد الاحق وراك. الحمد لله بابا عاصم عاوز جميل. شفت السناب اللي فات؟ انت بتسب المصري؟ انت بتقلدنا؟ لا انت قلت بتغير. الباب يصور تعال. اعز واغلى من يشرفني في المكتب. المعلق الدولي عزام. تفضل عزام. وشو يعني؟ يعني ما تبغى كذا بيني وبينك. حلوة الحركات، حلوة حركة الإشارة جامدة. عدها مرة ثانية شوف. صح مع غمزة، كلام كبير. احنا نطلع نستقبلك برا الله يحييك. شلونك؟ خير. شو الأخبار؟ طيب. وين الشيخ ما جاء اليوم؟ مرتبط؟ أوه الله يحفظه يا رب. الله يحييك يا وليدي. زايد احلى زايد في السعوديه كلها. صح قلت؟ صح. الله يحفظك يا وليدي. كيف الدراسه؟ كذا ولا كذا؟ اكيد. اللاعب الكبير محمد الفايز، اللاعب الكبير محمد الجليل. اول شيء الحمد لله على سلامتكم. نورت الاكاديميه. استعداداتكم مباراة اليوم كيف؟ جاهز 100%. شكلك انت 100%. الشيخ منصور هلا وغلا شلونك؟ انت ما في 100%. والله الحين شوف الميدان يا ايش؟ احمدان. صح عليك احمدان. انا بس بطلع شيء ما تلعب قدام محمد؟ لا فريقي مره حتى فريقك يخوف قوي يا اخي. اسطوره يا اخي. لبي اليوم في تحديات؟ في احسن تحديات، الاحسن تركي في العالم. اوكي انا الطلاعه. السلام عليكم. تحدي خلاص يعني ابو سويلم ايش؟ فلوس فلوس كاش موري. يلا يا شباب عندنا التحدي، خليكم جاهزين. 1 2 3 يلا تحت فوق تحت فوق. انت المؤدب والله يا تروكي. يلا فوق تحت فوق تحت تحت. يلا فوق
تحت تحت. هاتوا 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 هاتوا. يلا يلا تحت. فارس يلا تحت. لا 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 فوق. فوق فوق. يلا يا شباب تحت تحت. دحوم دحوم دحوم. يلا تعال. يا وليدي يلا تحت. لا لا تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت تحت. تعال يا نايف. بقول لك شيء بس. يلا تحت. يلا تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت تحت فوق فوق. هاتوا هاتوا هاتوا. سلام عليك مسالم. يلا بجيبك الويبي. يلا 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 فوق تحت فوق تحت فوق تحت تحت. فهد 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 فهد. هذا وش فهد؟ تحت. فيصل 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 فيصل. يلا 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 فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت تحت. عبد الله عبد الله عبودي. يلا يلا تحت تحت. ركز. عندنا تحدي الحروف لعيون تركي. يلا جاهزين؟ بعد الحروف عندنا تحدي البلنتيات. بعدين نشوف. عندنا حرف حرف الباء. بطة. باسم. بيبسي. بيبسي. لا هذا. اي هذا باء. بوسه. ياخذ مكان. بطه. ياخذ مكان. قالوا بطه. بطريق بطريق. احسن تركي. باب. باب. بطران. بطران. بس بوسه. جوك. بوسه. 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 قالوها. بوسه. اي. دب. لا لا. دب بحرف. ايوه شكرا. بدر. بدر. ها؟ دور اقول بدر. بوبو. يمشي. دور اقول بدر. براء. بدر. بدر. توني بقول بدر. حرف الباء. بابا. بابا. ماشي بابا. بابا. بر. 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 سيارة. يلا. باريس. بريطانيا. هذا بطريق. قالوا بطريق. بابي. ببي. 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 يلا. بوصلة. بوصلة. برميل. برميل. مسعل. يا قلبي يا مسعل. تكفى يا مسعل.
لا حرف الباء. حرف الباء. حرف ال. أيوة. إلغي. ها. ها. باطل. بوق. بوق. يلا تمشي. حرف التاء. ترسل. تمرة. وش حرف التاء؟ حرف التاء. حرف التاء. واحد. حرف التاء. واحد. اثنين. ثلاثة. تضحك. مدينة. حرف التاء. حرف التاء. ايه. عمر. تمير. تمير. جوك. سير. تركي. ها. تعبان. توتو. توتو. توت. توت. شكرا فارس. ها. تانا. تانا. تركيا. 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 تمر. تكة. تمر قالوها. يلا. تمر قالوها. يا زي التركي. يلا يلا تمساح. كوتش يلعبون تركيا. قالوا تركيا. تخسر. تخسر. تبكي. تبكي. ايش قلت؟ كبولة. يا شيخ. ها عبد الله. في وجه العدو يا وليدي. قل في وجه العدو. قل. يلا 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 يلا. حرف الضاد. ضمر. ضجاج. ها؟ ضجاج. ضجاج. اي في 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 شيء اسمه الضجاج. وش الضجاج؟ ضباب. ضباب. يلا تركي. حرف الضاد بسرعة تركي. واحد. اثنين. واحد. هاتوا. ها؟ ها؟ ظفر. يلا. ذيب. لا حرف الضاد. وش ذي؟ دحوم. ها ضباب. قالوا ضباب. لا ما قالوا. طلعته. يلا يلا. ضفدع. ظلام. ذبيب. ظل. وشي ذبيب. وشي ذبيب. حرف الضاد. ظل. 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 انا قلت ذل يا قلت. لا انا قلت قبل شوي. لا حرف الضاد. ضمير. ظل. سطور. يلا ضمير. قالوا ضمير. ضدك. ضدك. بخرب عليه. ضيف. ضرس. قاعد تسلك لي عبد الله. ضيف. والله ضيف. قالوا ضيف. ها ها قالوا ظلام. قالوا ظلام. ظلمه. قالوا ظل. ضوء. ها ضوء. ضوء. ظهر. ظهر. انت راعي التبونه وانت بسهل. ها قالوا ضب. ضبي. ابو ظبي. ابو ظبي. ها 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 صح. هنا حرف الهاء يا زايد. هد هد. ها هد هد. هد. لا وش قلت اول شيء؟ هيفا. قلت هلا صح؟ صح هلا. هلا وغلا. هبو. ها هبو. هيا هيا هيا. طيب هلا لا. هارون. هارون. واحد. اثنين. ثلاثة. ها. هد. ها. هد. هد. بيبيها تفريك هد. هرم. هرم. هين. هين. حرف الهاء فهودي. فهد. فهد. لا استاذ حرف الباء. هو اسمه فهد. يا هاي. ها. ها ها ها. فهد. فهد. اي حرف الفاء. فهد. لا انت قلت ها. اي معليش غلط انا اللي غلط اسف. حرف الهاء فهودي. طيب يلا حرف الهاء. والله غش. لا غش غش غش. طيب حرف. جاهزين للتحدي؟ اكيد. يلا جاي اليوم جايبين حارس من الناشئين ابراهيم. التحدي من اللي سجل على ابراهيم. كل لاعب له فرصتين. يلا ريان العيدان. ريان. سلام يا ريان. سلطان مفرج. اوه يلا فرصة ثانية سلطان. يلا على الخط هنا ابوي. يلا سلطان. اديب الفارس. يلا اديب. يلا مرة ثانية. يلا معليش معليش. يوف العارضة. عبد الله الوهيبي. يلا عبد الله. يوه. فرصة الثانية عبد الله الوهيبي. شكرا.
يلا مالي. الفرصة الثانية لسلمان. يلا سلمان. يلا عمر. عمر الفرصة الثانية. أوه ضاعت يا عمر. يلا رائد الوهيبي. رائد. يوه يا رائد. يلا يا رائد. ما عليش. راكان. يوه. الفرصة الثانية الراكان. يلا. سطام. يلا يا سطام. قوة سطام. سلام عليك. عندنا عزوز الفارس. يلا عزوز. يلا ما عليش يا عزوز. يلا عزوز. سلام ما عليش. يلا كريستيانو المشعان. ما اقدر يا النفس. اوه يلا ركوني. يلا ركوني مشعان الثاني. يلا يو يو هدف هدف. يلا محمد العبد الرزاق. يلا يلا حمودي. يو ما شاء الله عليك يا محمد. هدف. يلا باقي فهد البصري. يلا يا فهد قوه. ها يو. يلا فهودي الفرصه الثانيه بقوه. فهد بسرعه. يلا سلام على فهودي. سلام يا فهودي. ألف مبروك فهد. فاز معنا في التحدي اليوم. تعالي فهد. يلا يلا يلا. سلام سلام. حاول على عبد الله. يا أخي نفس تحركات سلمان الفرج بالضبط. جاية برا. والله نفس ابو فرج. سلام يا عزام. علي اجمد يا ولد. يا عمر يا ولد يا كبير يا كبير على المستويات الكبيره. كم تقول لي منصور؟ منصور منصور مشغول. كم النتيجة علي؟ منصور بالكاية. كم النتيجة؟ 3-2 لنا. بالله عليك. أنت المحور؟ لا ظهير. تعال تعال كلمني. وش تلعب؟ ظهير. ظهير ايش جايبك في الوسط هنا؟ آه قصدك تغطي الخانتين. سلام. هلا وغلا محمد. شو الأخبار؟ مهزومين؟ 3-2. يا الله. ترى تدري باقي دقيقتين؟ تعوضونها إن شاء الله صح؟ سم ابوي. اي معيوف اي عويس اي موضوع كبير. شو خسرانين؟ اسباب الخساره ابو حميد. سعود غايب، فارس غايب، هذول اهم ناس في الفريق. ايوه. ونخسر. الحين هي النتيجه 3-2. بس اذا صفيت النيه بتفوزون. ان شاء النيه صافيه؟ كثير. من الحارس اللي هنا؟ مين؟ هلا هلا. كم النتيجة عندكم هناك؟ 3-1 لنا. اوه والله في كمية اهداف غير طبيعية اليوم. جايك جايك ابو فايز، بروح اخذ لفة واجيك. فارس المشعان. فارس يعني شوف اهدى وزاوية ان شاء الله هدف. قل ان شاء الله. ان شاء الله. هلا يا فارس. يوه. حلوة 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 فارس. مسعل كم النتيجة؟ هنا فايز. من اللي فايز؟ على الباي. والله شلون؟ الحمد لله قضاء وقدر. كم؟ 10. يوه كثير 10. الله القل هذه يلا يا ولفه. هلا شو سكت على لا كم النتيجه؟ والله كم انتهت؟
لكم وصنعت هدف. بالله عليك ما شاء الله تبارك الله. وين بتلحقني؟ وين بتلحقني؟ وقف قر اهدى. يعني الحين انتم فريقكم متأهل؟ متأهل 100 على 100. طب نبغاك الحين في فقرة التعليق. كثير من المتابعين عندي يقولون نبغى عزام يعلق. انا ما ادري ايش شايفين فيك يعني، بس انه مهم يعني. اوكي اوكي يلا. وين تبغى؟ اي ملعب؟ انا بلعب. شلون على كيفك؟ اعتزل. لا لا اعتزل وخلك في التعليق. لا بالله عليك الحين انت انصمت انت. طيب شباب، نبغى اليوم نرحب بضيفنا الجديد فارس التميمي. سمعونا تحية لفارس. تعال تعال فارس، ايش نقول له يا شباب؟ لا نبغى صوت. شلونك يا فارس؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ طيب نورت الاكاديميه. ايش رايك في الاكاديميه؟ فريقكم لعب اليوم كم النتيجه؟ شكلكم خسرتوا واضح. نسمع تحيه لفارس يا شباب. شباب نبغى تحية العزوز عبد العزيز الدوسري أقوى. شلونك عزوز؟ شو الأخبار؟ بخير. كيف مباراتكم اليوم؟ والله كويس. كم انتهت؟ 2-1. يلا دحوم مسند. يلا دحوم. كنسل السنابه. اوكي طيب كله مع بعض. ركان شويه رحمه يا رجل. 5-0 فايزين عليهم، ايش تبي بعد؟ بعد ما تقعد هذا فريق وهذا مستوى. ما اقدر ما اقدر يا ركان. يعني تتوقع كم تنتهي؟ 9؟ والله يمكن 9 وهو 10. 10؟ لا كذا كثير. شويه رحمه يا حبيبي. السلام عليكم علاوة. وعليكم السلام. يا اخي والله يا علي، ايش رايك في اللي قاعد يصير؟ فريقكم خسر صح؟ لا لا، ما احنا اللي نلعب، احنا اللي فايزين. بالله عليك. اي والله. طيب وش اللي قاعد يصير؟ ما ادري. المفروض يعني عمي تشوف، المفروض هم خسرانين، المفروض ما يلعبون صح؟ والله المفروض انت بصراحة يعني كأس العالم للأندية ايه لازم تكون موجود. لا. لأني أنا شفت فيك لقطة في النص بصراحة سويتها. ايه يعني إيش؟ تعبتني الحركة الباص اللي بالكعب. ايوه يعني بصراحة سويت انجاز. لا ما يسويها الا لاعب كبير. لا انا لاعب متواضع. لا يا شيخ. شلونك يا محمد؟ طيب. شو الاخبار؟ طيب. فريقكم كم ترتيبه الحين؟ كم سجلوا؟ لا المركز الاول الثاني الثالث. والله انا صراحه ما ادري. صح عليك. الاخير يهمني انك انت ما شلون ما تدري يا ابوي؟ والله ما عد كنت خذها من يا حبيبي. ايش رايك انت؟ فريقك كم ترتيبه؟ يمكن الثاني. يمكن ما ماني متاكد. انتوا كيف تلعبون؟ لا يمكن الاول. يمكن الاول. ايه. لا كذا استهبل. فريقكم الاول فزنا اليوم 3-0. امس قبل امس. كم نقطه عندكم؟ والله ما صح عليك. احنا ما قد خسرنا فريقنا. يعني شكلكم انتم الاول. تعادل فريق. تعادل ما علي. ايش رايك؟ كل يوم ما يلعبون ولا مباراه. بالله عليك. تعادلات وفوزات بس. فريق سعود الامبراطور وصل. تعال تعال قل لي. تعال البراء. والله البراء والله انك اسطوره. تعال اقعد اقعد. سؤال البراء، فريقكم كم ترتيبه؟ يعني المركز الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ المركز الأول. الأول ما شاء الله. شفت يا محمد تقول لي أنا الأول؟ طلعوا هم الأول. براء أنا معاه. بالله معاه الأول. فريق سوداء ويك. شلون أنت تقول لي الأول؟ يعني اليوم فزتوا كم؟ 3-2.
أخ بس ما شاء الله عليك أجمل دفاع. 3-1 يعني مستوى كبير كبير مرة في الدفاع. هنيك. وراك زعلان، تعال تعال. وراك زعلان. 5-0 مهزومين يا أبوي. بس والله مرة صوّاد. كل شوي منصور قاعد يشوت يشوت. أخذ ألبس أبيض و. فريان. 5. 5. ونجيب السادس. إبراهيم اللي بيشوت. ما أدري عنه ذا جاي يقول بيشوت. هذا مسجل هدفين منه ولا؟ والله بركان بركان على السادس. طيب دقيقة خلنا نحل مشكلة فيصل. إيش رأيك يا فيصل؟ والله أنا معليش أنا أبي أسجل ماني بغا. طيب لا تعال تعال ودنا نحلها ودية أنت وإبراهيم. ما نحولها شباب. لقينا أول. لا نحلها ودية قبل لا يجي نجم. سجل سجل أنا أبي أسجل السادس. أنا سجلت من بعيد من أولها. بالله عليك من بعيد. خلنا يشوت. يا أخي الله يا حبيلك إبراهيم. رضيت عشان الهدف اللي من بعيد ما اقدر. يلا فيصل السادس بيفجر الشبك. يلا فيصل قوه فيصل يلا. حلوه والله كنت. يلا يلا ما عليه ما عليه. ابراهيم سلام يا ابراهيم. انا بلعب مع علي يا كوتش. دمر زياده علي زياده. بلعب ضد علي. ماشي ضده ماشي. طيب. شباب شباب. أنا بلعب ضد علي. كثير مسموع. مرة يا مرة. ارجع. زوز. لا أنا أؤيد إن قوة. قوة هدف إن شاء الله. أوكي. يلا يا كوتش. والله فادي يلا عزوز. لا ما تستطيع. عايد بطل الله. سلام. سم. سم. لبيه. تدلل. متى متى يعني شفت البنوز الزرقاء؟ إيه. متى غيرها؟ في مفاجأة الحين في طقم جديد بيجينا إن شاء الله قريب. غيرنا كل التصميم الجديد. راضي علينا الله يحييك. أبي لا أهم شيء أنت راضي علينا. الحمد لله. هلا وغلا. نرجع مع خالد. يلا معليش خالد لك. كابتن محمد. نعم. يعني هل تتوقع جائزة أفضل لاعب في البطولة تروح لإبراهيم؟ أكيد. جائزة أفضل لاعب ولا أفضل أيه. حارس؟ الاثنين. كل الثنتين. لا اليوم جايب هدف من نص الملعب. اسمع. لا هو أفضل لاعب ولا حارس؟ شلون لا إبراهيم؟ دبل كيك. عاوز الحارس. إبراهيم اشرح لحظة. عاوز الحارس ولا أكذب؟ عايد أفضل حارس. أنت أفضل لاعب. لا لا لحظة لحظة. اشرح لي الهدف شلون جاء اللي من نص الملعب. أقول لك باختصار 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 الظفر لعجدة شراغة ريش. لا اشرح لي الهدف إبراهيم. والله اللي ماشي الظفر. لحظة اشرح لي الهدف. شتها. اوكي شلون شتها؟ على الله. يعني من نص هذه. لحظة دقيقة شباب. ولا شطها ازاي؟ وصف الهدف. شتها كذا. الله يسلمه يجلس عند الفايز. وقد والله جالس قاعد يجلس.